صباح الخير، وكل عام وانتم بألف ألف خير. ينعاد علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. في هذا الوقت من السنة بتكون مزارع المواشي تستعد لعيد الأضحى والأضاحي والكثير من الشغل والضغط وباب الرزق، ولكن هذا العيد عيد مختلف، لهيك احنا اليوم في مزرعة الخليلي لنشوف كيف أجواء العيد وتحضير الأضاحي في ظل وضع اقتصادي مختلف هاي السنة. ان شاء الله اول شيء يروح هذا الوباء، والسنه هاي احنا مش سالين على شغل ولا على مرابح ولا على فلوس ولا شيء. الناس كليتها ان شاء الله يروح هذا المرض منها وترجع الامور طبيعيه، وبنشتغل كمان سنه ان شاء الله، وان شاء الله السنه الجايه يجي احسن، الامور تيجي اوضح من هذه الامور السنه هاي بالتسكير وبلاد، وان شاء الله يكون الرؤيه احسن يا رب. بالنسبة لنا يعني هذه شغلة الكورونا على العموم كله، يعني على الناس كليتها، مش علي أنا لحالي. أنا بالنسبة إلي مبرمج حالي، بس أنا عندي أجار عمال كتير، وعندي بديش أني أتعمق في الشغل كتير وأخسر. في لي ثلاث محلات في رام الله، ملاحم، ونجيب أضاحي بنبيع للزباين اللي عندنا. السعر أول شيء نزل تقريبا دينار الكيلو، دينار، وفيش بيع كثير، يعني بنبيع دائما 250 لحد يعني يمكن 40 50 خروف. توجهوا للعجول أكثر، العجول بتشاركوا فيه سبعة بيطلع على 1100، والعجل كمان نزل تقريبا شكلين الكيلو في الكورونا، يعني كثير دير بالك توجهوا للعجول أكثر. الخرفان بيجوا الناس بيسألوا، احنا بنبيعه قائم 6 دنانير ونص ذبح شامل الذبح، 6 دنانير ونص، بقى السنة هذيك 7، والسنة هاي لحد الآن فيش إقبال كتير.